السلام عليكم. سنتعلم في درس اليوم أساسيات التعامل مع برنامج فيديو ستوديو. في البداية سنقوم باستيراد مجموعة من الملفات: صورة بخلفية شفافة، صورة عادية، مقطع فيديو ومقطع صوتي. سنقوم باستيراد هذه الملفات إلى البرنامج، ثم سنقوم بوضع مقطع الفيديو بداخل الشريط الزمني. بعد إضافة مقطع الفيديو بإمكاننا استيراد المقطع عن طريق تحريك الشريط الزمني بهذه الطريقة، ولعزل الصوت الموجود بداخل الفيديو سنقوم بعمل سيبليت، ثم سأقوم بحذف هذا الصوت لإضافة الصوت الخاص بنا. بعد إضافة الصوت لابد من مساواة الصوت مع مقطع الفيديو، لذلك سنقوم بتقصير مقطع الصوت ليتساوى مع مقطع الفيديو. لوضع خاتمة في نهاية مقطع الفيديو سأقوم بإضافة هذه الصورة، ثم سأعمل على وضع انتقال بين مقطع الفيديو والصورة بهذا الشكل. الآن سأقوم بإضافة شعار القناة الخاص بنا إلى مقطع الفيديو. سأقوم بإضافة الشعار هنا، ثم سأقوم بتصغيره ووضعه في المكان المناسب، ثم سأقوم بعمل امتداد للشعار ليناسب مقطع الفيديو. وهكذا نكون انتهينا من إنشاء هذا المقطع البسيط. لحفظ هذا المقطع نختار شير، ثم نختار صيغة الموبايل، ثم موبايل ديفايس، وبإمكاننا وضع الدقة 5 ميجا بايتس، وهذه الدقة ستكون HD إذا حاولنا رفعها إلى يوتيوب. بعد عمل ستارت سيقوم بحفظ الملف في المسار المطلوب.